حسين الشرماني رئيس جمعيه اكردنسكل للتنميه والتعاون. الجمعيه المنظمه للدوره الخامسه لمهرجان امان وورغ، المنظم بشراكه مع المجلس الجماعي او الجامعه الترابيه لايدا قمر. هذه الدوره اللي تنظمت بالموازاه مع الموسم التجاري السنوي لثلاثة ايدا قمر او الموكار ندا قمر كما تنقولوا له حنا باللغه ديال المنطقه. هاد الدوره هذه نظمناها تحت شعار الهويه الاقمريه حضاره، الهويه الاقمريه صلاه متجدره وحضاره متجدده، اللي تتعطي واحد الانطباع على الحضاره ديال المنطقه ديالنا والهويه الامازيغيه ديال المنطقه ديالنا، وتتهضر على التاريخ ديال المنطقه ديالنا. وهذا الشيء كامل تيتجلى من خلال مجموعه من الانشطه اللي دارت، ولا مجموعه من التظاهرات اللي دارت في هذه الدوره هذه، من ضمنهم المعرض التراثي والتاريخي ديال المنطقه ديال ايدا قمر، واللي تعبر كما قلنا على 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 الاصول وعلى على على العمق التاريخي ديال المنطقه ديالنا. هذه الدوره هذه نظمناها كما قلنا بالموازاه مع موسم ثلاثه ايدا قمر او المقارن ثلاثه ايدا قمر. الهدف منها هو اولا تشجيع التجار واعاده الروح لهذا المقارن وهذا الموسم. الحمد لله ان هذا الشيء التمسناه من خلال الاقبال الجماهيري اللي دار، من خلال يعني الرواج التجاري والاقتصادي اللي دار في المنطقه. الحمد لله التجار فرحانين، كان رواج، كان 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 الاقبال على المنتوجات المحليه والتعاونيات اللي جبنا، حتى هما عرضوا المنتوجات ديالهم المجاليه وتثمين المنتوج المحلي. الحمد لله هذا الشيء عطى النتائج ديالو، كلهم فرحانين، كلهم ناشطين. الشفر ظفر ديالهم زعما في الحقيقه تحقق، كان اكسبسيونيل، وهذا الشيء اللي فرحانين اللي حنايا كلجنه منظمه ولا كجمعيه منظمه. يعني الهدف الاساسي والاسمى اللي نظمنا منه نظمنا من اجل ديالو هذا المهرجان وهذا الدوره هذه، الحمد لله حققناه. كما تشوفوا الناس فرحانين الحمد لله. تنشكر اللجنه المنظمه، جميع الاعضاء اللي جنود الخفاء اللي خدموا في هذه، سواء اعضاء جمعيه اكردنسكل للتنميه والتعاون او اللجنه المنظمه اللي فيها مجموعه من الطاقات الشبابيه من ابناء المنطقه. يعني الحمد لله هذا الشيء كامل درناه بالمجهود ديالنا ديال ابناء المنطقه. تنشكر جميع المتدخلين من اعوان السلطه، من السلطات المحليه، من الدرك الملكي، تنشكرهم جزيل الشكر تاهم على الدعم ديالهم ومساندهم طيله ايام التظاهره. وتنشكر كما قلنا الطاقم الصحفي وكذلك والاذاعي، تنشكر الاذاعه المغربيه اللي حضرت معنا حتى هي ودارت حتى هي التغطيه ديالها لهذا التظاهر هذه. تنشكر كذلك لي سبونسور ولا الممولين اللي دعمونا، من ضمنهم اوتيل كردوس ولا فندق كردوس اللي دعمنا حتى هو وما بخلش من الدعم ديالو. تنشكر وكذلك جميع السكان الساكنه اللي دعمونا ماديا ومعنويا، منهم ابناء ايدا قمر وابناء تغلولو، تنشكرهم جزيل الشكر على الدعم ديالهم والمسانده ديالهم. وان شاء الله تنضرب لكم موعد مع السنه المقبله ان شاء الله مع الدوره السادسه اللي غتكون ان شاء الله انطلاقه قويه، وغنكون ان شاء الله الرحمن الرحيم غنظموا احسن تنظيم وكذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغيكون ان شاء الله النيفو طالع 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 اكثر من هذا الشيء اللي دار هذا العام ان شاء الله. شكرا. قبل الدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادر في البطوله الزواق ضد ناقص هذا فذاك راه حمايلونا او تفتت تسريتين جام تنمرتنج. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.